بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء في قسم الهندسة الميكانيكية، نبدأ chapter 2 المحاضرة الثانية في ميكانيكا الهندسي السكوني. chapter 2 اللي هو الفورس فاكتور. الغاية من هذا الفصل هو كيف نجمع قوتين ونوجد المحصلة باستخدام قانون البرر جرام، قانون متوازي أضلاع. وثانية راح نستخدم القوة في البوزيشن الكارتيزيان فيكتور، وكذلك هم نحسب القوة، نحسب المحصلة والمقدار والاتجاه. في البداية عندنا مصطلحين مهمات وهن سكيلر والفيكتور. في البداية نكون لازم نعرف شنو هو السكيلر. صار عندنا سكيلر والفكتر. بعض الكميات الفيزيائية كالماس، الطول، اللينث والماس والتايم، هو مقدار يكتفي أن يكون فقط بالمقدار. إذا أريد نوصفه فقط بالمقدار، سواء كان بوزيتيف أو نيجاتيف، يعني الكتلة من نقول 30 كيلوغرام تكفي للوصف. بعد ما نحتاج أن نحط اتجاه الطول اللينث، من نقول هذا الطول 30 متر، هذا إذن شنو؟ فقط المقدار، إذن يسمونه مقدار كمي. بعض المصطلحات مثل الفورس والبوزيشن والمومنت هي مقدار متجه فيكتور. إذا بعض الكميات نحتاج أن نضيف إلى المقدار، نضيف له شنو؟ اتجاه، حتى نقدر أن نوصف، يعطينا وصف كامل. إذا قلنا الفورس F ساوينا 30 نيوتن، يعطينا سهم منها، إذا معناها أنها 30 نيوتن، والاتجاه باتجاه اليمين أو باتجاه الأعلى أو باتجاه الأسفل. إذا قلنا 30 نيوتن توقفنا، إذا نسألنا سؤال 30 نيوتن بأي اتجاه سواء اليمين، إذا لازم نقضي مقدار العزم الام، ونقول 30 متر في نيوتن في متر باتجاه مع عقارب الساعة أو عكس عقرب الساعة، إذا نطينا مقدار، وكذلك لازم نطي اتجاه، إذا يسمونه الفكتر. إحنا من ضمن الفصل نشوفه فصل وهو الفورس. دائما راح نحسب الفورس، اذا الفورس هو من المقدار اللي هو مقدار فيكتور. فشلون نبدي نجمع الفيكتور؟ شلون نبدي اذا نجمع الفيكتور؟ اذا الخطوه الثانيه بالمحاضره وهي حساب الفيكتور. الفيكتور ما ينجمع مثل حساب نحسب 1 زائد 1 يساوي لنا 2، لا، الفيكتور يجمع بطريقه بجمع الفكترات، جمع الفكترات. نجي راح نسوي كم ثلاث طرق أو ثلاث حالات. نقول الفكتر، الحالة الأولى إذا عندي هذا الفكتر A وفكتر B، إذا فيهم نفس الاتجاه، فيهم نفس الاتجاه، إذا المحصلة هي A زائد B جمع. حالة الثانية إذا الفكتر A بهالاتجاه وفكتر B عكس الاتجاه، إذا المحصلة هي A ناقص B. الحالة الثالثة إذا كان الفكتر A بهالاتجاه وفكتر B باتجاه بحيث يكون عندي قائم، إذا المحصلة تصير محصلة في تاقوس، يعني R سوينا تحت الجذر A تربيع زائد B تربيع. وهذا هو المهم هسه في بعض التطبيقات، هنا راح ناخذ هذا المهم. والحالة الرابعة إذا كانت الزاوية سواء كانت بين فيكتور وفيكتور، يعني الزاوية حادة، نقدر المحصلة هي اللي تغفر لنا المثلث R، والR تحسب من قانون
كوساين. إذا هاي ثلاث حالات للمتجه. إحنا عم نركز بهذا الفصلنا خلينا نقول تقريبا على الحالة الثالثة والحالة الرابعة. فنجي شلون نبدي نرسم. يقول هذا الرسم مالتي يقول إذا عندي هذا الفكتور A بالاتجاه فكتور. فنقول نرسم يقول نرسم من نهاية A مستقيم يوازي خط يوازينا B، ومن نهاية B نرسم فكتور أو خط لاين يوازينا A. راح تقاطعون النقطة اللي هي B. يقول الدايجنال مالت هذا صار عندي متوازي أضلاع، صار عندي متوازي أضلاع. الدايجنال مالته هي المحصلة، الدايجنال هي المحصلة. إذن الفكرة الأساسية حتى نحصل على متوازي أضلاع نرسم من نهاية A مستقيم يوازي B، ومن B خط يوازي A يتقاطعون بنقطة. هاي النقطة الدايجنال مال متوازي الأضلاع راح يصير عندنا هو الR. إذن هذا شيء يسمونه قانون متوازي الأضلاع. لو نلاحظ متوازي الأضلاع بمثلثين، مثلث الأول ومثلث الثاني. حتى نحسب المحصلة نقدر ناخذ المثلث الأعلى أو المثلث الأسفل، وإن شاء الله هسه خلال المحاضرة نشوف شلون نحسب هذا المثلث الأعلى والمثلث الأسفل. فصار عندك نشوف صار عندي مثلث أعلى أو شنو مثلث أسفل. هذا الحكي هاي هنا شرحت سابقا، قلت إذا كانت الفكتور بنفس الاتجاه إذا المحصلة نجمعها، إذا كان الـ A 10 والـ B 20 المحصلة طلعنا 30. وعكس الشيء إذا كان عندي الفكتور بالسالب عندنا صار عندي بالسالب. موضوعنا هذا في هذا الفصل عندنا حالتين، الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الأولى يعطينا قوتين F1 وقوة F2 ويريد من عندي المحصلة. فراح شو أسوي؟ أرسم من نهاية هذه القوة خط يوازي F1 F2، ومن نهاية F2 خط يوازينا F1. الدايجنال مالتي راح يمثل المحصلة. أقدر أخذ المثلث الأعلى أو المثلث الأسفل، هاي واحدة من الطرق أو واحدة من الحسابات. أكو بعض المسائل، بعض المسائل يعطيك قوة F ويقول لك حلل لي إياها على أحداثيات هو يريدها سواء U أو V. نفس الطريقة إن شاء الله بالمثال راح أشرح لكم إياها. نعتبر أن ال V هي F U وهاي F V. نرسم ال V وكذلك نرسم ال V ال U وال V. نرسم خط من ال V يقاطع من يقاطع ال U، وخط من نهاية ال U خط موازي يوازينا ال V. نقطة التقاهن الدايجنال هو شيء مثل المحصلة. هاي المحصلة كذلك سواء كان المثلث الأعلى أو الأسفل. إذا إن شاء الله نلاحظ هذه الأسئلة سواء كانت من طريق الـ A أن عندك محصلتين F1 و F2 وش تطلع من عندك محصلة، أو يعطيك قوة ويعطيك حلها على الأحداثيات. نلاحظ إن شاء الله بالمحاضرة الجاية أو هذا نجي هذه قلنا عليهن. هاي قلنا الحالة الأولى أن لو نحلل لو الحالة الثانية. هسه نجي للمثلث. هذا ضروري أن نتعلم المثلث. قانون المثلث عندي، إذا عندي مثلث هذا A وهذا B وهذا C، هاي A العفو هاي B وهاي A وهاي C. قانون الكوساين
إذا أردنا أي وتحت الجذر أي، أردت هاي المحصلة. إذن مع شو يصير عندي؟ الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع ناقص 2 في الضلع الأول في الضلع الثاني في كوساين الزاوية اللي تقابل الضلع، اللي هي تقابل الضلع أي. إذا أردت البي راح يصير عندي، يصير عندي أي تربيع زائد سي تربيع ناقص 2 في أي في سي في كوسان يا زاوية تقابل الضلع دي هاي، إذن في بي. إذا أردت سي راح يصير عندي أي تربيع زائد بي تربيع ناقص 2 في أي في بي في كوساين يا زاوية تقابل السي سي. إذن هذا يسمونه قانون كوساين. أحتاج قانون ثاني قانون ساين. قانون ساين شو يقول؟ يقول ساين الزاوية، إذا قلنا ساين أي على ضلع أي يساوي لنا ساين بي على ضلع بي. أقدر معدهن أطلع معدهن وساين سي على ضلع سي. هذا قانون الساين، وهو ساين الزاوية على ضلع اللي قابلها يساوي لنا ساين الزاوية الثاني على ضلع اللي قابلها، ويساوي لنا ساين الزاوية الثالثة على ضلع. سواء ناخذ ذن الاثنين ونحل، أو ناخذ ذن الاثنين ونحل، أو ناخذ ذن الاثنين ونحل. إذن هذا هسه ذن القوانين راح نبدأ نحلل عليهن. فكرة بعد فكرة نذكر بها، الأحداثيات الإكس والواي، إكس والواي تعرفون الزاوية من هنا صفر إلى أن توصل جد هنا 90، من هنا 180، هنا زاوية 270، وترجع 360. إذا أردت زاوية 15 تقريبا هاي، إذا 30 هاي، 45 بالنص، 60 من هنا. زين، واحد عندي بعد هذا ربع الأول، هذا ربع الثاني، هذا ربع ثالث، وهذا ربع الرابع. هاي ضرورية. زين، بعد هسه لو نبدي شلون نرسم. إذا عندي فيكتور وأريد أرسمه، بالبداية أسأل نفسي أقول هذا الفيكتور القوة بيا ربع، إذا بربع الأول أبدي أرسم هاي الأحداثيات حتى لو بخط خفيف. بربع الأول يا زاوية 30، ثبت هاي 30 وأثبت هاي F1. من نهايته كذلك أرسم هاي الأهدافيات هم خط خفيف، وأسأل إذا كانت القوة الثانية بالربع الرابع زاوية 60 والإكس، إذا هاي زاوية 60 والإكس هاي F2. إذن المحصلة زين، هاي الملاحظة احنا لو نكمل هذا المثلث مالتي، اذا هاي 30 هاي 90، اذا هاي جيت 60، هاي بالتبادل مع هاي الزاوية، اذا هاي الزاوية 30، هاي 60، اذا جيت ضل معدها 30. هاي ضروري ان الزوايا كانت بالتبادل، الزاوية مجموع زوايا المثلث 180. بعد أسأل نفسي وراح نشوف هاي القوة،
بعدين أطبق قانون كوساين. إذا ضروري قبل ما أبدأ أرسم أو أحدد القوة أسأل نفسي القوة بيا مربع بيا مربع وبيا زاوية، وأرسم القوة والزاوية. أحتاج التبادل وأحتاج مكملة الستين. هسه إن شاء الله نشوفها بالأمثلة وأطبق قانون كوساين أو قانون ساين. نرجع الجزء الأول ونشوف. عندك سؤال الأول يقول سكرو، هذا سكرو أثرت بي قوتين كما موضح في هذا الشكل. أثرت علي قوتين F1 و F2 كما موضح. F1 100 نيوتن بزاوية 30 15، وال F2 150 بزاوية 10 مع ال X ال Y. ديترماين، أحسب ذا ماجنيتيود مقدار و دايركشن اتجاه of the Z force محصلة القوة. أحسب محصلة القوة. شلون أبدي؟ نجي نقول أول ما أجي للقوة F1 بيا ربع بربع الأول بيا زاوية 15 ويامن ويا ال X. أجي أرسم 100 100، هاي 15 وهاي 100. من نهايته أرسم أسأل نفسي قوة F 150 بربع الأول و10 ويا الواي. شوي طولتها لأن هاي 100 هاي 150. إذا المثلث يقفل، إذا هاي R، إذا هاي ال F واحدة 150 وهاي 100. زين هسه أريد المحصلة. خلنا نقيس هاي الزاوية، نقيس هاي الزاوية بالتبادل، هاي 15 و10 90. إذا الزاوية اللي تقابلنا ال R هي 15 زائد 90 زائد 10، استفدنا 115. هسه أبدي يا قانون، قانون ساين أو الكوساين؟ لا أبدي قانون الكوساين. ليش؟ لأن عندي قوتين وعندي زاوية الضلع اللي أريده الزاوية اللي تقابله متوفرة. عندي ضلعين وزاوية واحدة، زاوية واحدة اللي تقابل الضلع متوفرة. فأجيت قلت إذا المحصلة من قانون بارل جرام، هاي شوفون هسه هاي شلون طلعت 15، يعني هسه هاي الزاوية 15 و10 اللي ظلت 65 65. إذا هاي الزاوية اللي بين القوتين هي شنو؟ الزاوية المتبقية بين الزاوية الضلعين. يعني هسه منها قضل 65، إذا هاي الزاوية هي 180 ناقص 65. هاي مرات خف تكون عندك صعبة، إذا نستخدم هذا الأسلوب وهذا الأسلوب سهل. فإجينا قلنا إذا R سوينا 100 تربيع زائد 150 تربيع ناقص 2 في 100 في 150 في كوساين الزاوية اللي تقابلها 115. هاي بالحاسب أحسبها كلها يطلع رقم، أسوي له تحت الجذر تطلع 212.6 للتقريب. سويناها جيد 213 نيوتن. هذا حسبنا المقدار. شو يريد من عندي؟ يريد من عندي الاتجاه. شو نقصد بالاتجاه؟ نقصد بالاتجاه هو الزاوية المحصلة بالنسبة للإكس. إذن إذن اتجاه المحصلة هو زاوية المحصلة عن
الاكس او الواي. هسه لو نشوف هاي الار محصله هي شنو 15 زائد الفا، يعني منا لهنا الفا ومنا لهنا 15. اذا شلون احسب الفا؟ هسه انا 3 اضلاع توفرت وزاويه توفرت، اذا يفيدني قانون الساين. اذا قلت ساين الفا، هاي الفا يا ضلع اللي قابلها 150 يساوي لي ساين متوفر عندي 115 على الضلع اللي قابلها ار اللي تونا حسبناها 213. هاي شلون راح تطلع؟ راح نقول ان ساين الفا يساوي لنا 150 ساين 115 على 213، يطلع لنا رقم. اذا الفا هو ساين انفيرس هذا الرقم اللي راح يطلع لنا اياه، يطلع لنا 39.8 اللي ناسي انفيرس نذكره. اذا قلت لك عندك ساين 30 يساوي لنا 0.5. اذا سألنا سؤال يا زاوية اللي ساينها 0.5 يا ساين اللي ساينها 0.5 راح تقلي 30. اذا هاي شنو قلنا؟ اذا الفا هي شيء ساين انفيرس 0.5 وصل لنا 30. هاي وين موجوده؟ موجودة بالحاسبة، موجودة بالحاسبة. تلفون بالساين اكو عندك شنو؟ اكو ساين انفيرس، اكو ساين انفيرس. اذا طلعت لنا الزاوية قد 39، جمعنا هاي الفا نجمعها ويا 15 تطلع لنا 54.5. اذا معنا ان المحصلة ار، تكتب لي هيك الجواب، قل لي 213 نيوتن بزاوية 53.5. هذا الجواب الفعلي. إن شاء الله نعيد هاي الأمثلة بعد ونكرر على هذا الرسم. خلينا نترك هذا السؤال بعدين نرجع له. السؤال الثالث يقول احسب، يقول احسب مقدار واتجاه. يريد مقدار، مقدار كومبوني فورس، مقدار قوة F، ومقدار المحصلة كذلك F إذا كان direct along the positive Y axis. إذا كانت المحصلة تتجه باتجاه ال Y axis. إذا هاي شلون نبدي نرسمها؟ نفس الفقرات، نقول احنا ما راح نختلف عن شيء. انا ايش اريد من عندي بهذا السؤال؟ السؤال اريد من عندي محصلة، اريد من عندي قوة مجهولة الطاق اياها، والمحصلة كذلك مجهولة، بس الطاق شيء يحلك اياه، وهي ان المحصلة تتجه باتجاه الواي. انا ابدي نفس الحالة، محصلة قوة بطريقة البارالجرام. اسأل نفسي F1 الميتين يا زاوية 30 بالربع الأول. إذن أنا عش أسوي هاي نا 30 والزاوية 200 من نهايته أرسمها. القوة الثانية 45، بس القوة ما أعرفها إيش قد، يعني ما اعرف ايش قد ارسم السكيل مالتي. زين ابدي ما اعرف هاي القوة ايش قد اف مجهولة. الحل شو يقول؟ الحل يقول ان المحصلة اف تتجه باتجاه واي. اذا اف طبقت هنا، اذا صارت هاي ار. إذا أنا هسه أقدر أمسح زين.
هسه نجي، هسه شنو عندي متوفر؟ ضلع واحد بس، بما انه منطبق على الواي، اذا هاي شقد؟ هاي 60 التبادل، هاي 30 45، اذا ضلت شقد؟ 45. اذا هاي كلها شقد؟ 75. اذا هاي شقد؟ 45. اذا هسه المثلث توفر بضلع وثلاث زوايا، نعيده، هاي 30 بالتبادل شقد؟ 30. هاي 45، 90 ظل معدها، ظل عندها 45. هاي 30 راحت خارجية، إذا داخلية شقد ظلت؟ ظلت 60. المثلث شقد مجموع زوايا؟ 180، 135. إذا هاي 85، أو تقدر شو تقول عليها؟ بالتبادل. إذا بما أن توفر، إذا أنا يفيدني قانون، يفيدني قانون الساين. نحصل R، العفو، نقول 200 على ساين 45، 200 على ساين 45 سوينا F2 على ساين 60، F2 على ساين 60. إذا F2 على ساين 60 سوينا 200 على ساين، طلعنا F. بعد شو يريد من عندي؟ هاي طلعنا مقدار F، يريد الزاوية الـ R كذلك المحصلة الـ Y. إذا شو نقول؟ نقول R FR على ساين 75، FR على ساين اللي قابلها شقد؟ قابلها 75. ساوينا 200 كذلك على ساين 45، طلعنا FR 273. إذا أنا استخدمت هاي الطريقة السهلة، مجرد أرسم شني؟ أرسم الأحداثيات وأسأل نفسي القوة الثانية من نهايتها، أما أرسم الأحداثيات ويطلع عندي الرسم. مثال الرابع يقول له if the required result force، لو كان محصلة القوة اللي تعمل على هذا الاي بولت از دايركت الون اكس اكس، باتجاه البوزيتيف اكسس، اذا وين تتجه؟ اتجاه الاكس الموجب، هاي هي المحصله. اذا المحصله عرفناها، اند اف2 مينيمم، والاف2 هي شنو؟ مينيمم. هاي قال لك فيها ملاحظات، مقدار اوجد مقدار والزاويه هنا شنو؟ حطان الزاويه ثيتا. نلاحظ السؤال اللي حليناه قبله، كان الزاوية موجودة وقوة ما موجودة، هسه لا زاوية ولا قوة، بس شني طالع عبارة يقول هاي التو هي شني؟ هي مينيموم، أقل شيء. هسه شوف شنو معنى أقل شيء، أريد هاي الزاوية ثيتا مقدار وثيتا، وأريد الآر، يعني أريد شني؟ أريد إف تو، وأريد ثيتا، وأريد الآر. إذا ثيتا وإف تو والآر، هذا اللي كلهن مجاهيل. الخطوة مالتي أبدي أقول الزاوية القوة 800 بزاوية 60، هاي 800، هاي الزاوية 60. من نهايته القوة الثانية بيا ربع، ربع الرابع بربع الرابع وبربع الرابع والثيتا مجهولة والقوة مجهولة. وشوي نرجع للسؤال اللي سابق حليناه، هذا كانت القوة 45 معلومة وأنا رسمت القوة الاف مجهولة باي، بس لا الثيتا تعرف ولا زين. نسأل سؤال مثل ما وضح، نقدر هاي القوة تقدر ترسم بهالاتجاه، تقدر بهالاتجاه، تقدر بهالاتجاه، بهالاتجاه. بس لو نشوف نقدر نرسم قوة بهالاتجاه، نقدر بهالاتجاه، ونقدر بهالاتجاه، نقدر بهالاتجاه. زين نجي للمحصلة، المحصلة شو يقول؟ المحصلة تقول عمودية،
زين هسه عمودي هاي الار متى يمتى هاي زين هاي اف2 وهاي اف2 وهاي اف2 وهاي اف2 لو عندك مسطره يا هاي من عندنا الاف2 هي اقل شيء اقل طول يقطع الاف هسه هاي منا هاي اطول هاي اطول هاي اقصر هاي اطول اذا لقينا ان يمتى ما تكون اف2 اقل شيء عند ما تكون زاويتها ويا الار 90 اذا يمتى تكون اف2 هسه من الرسم يا اقصر وحده يعني اف2 شو يكون مينيمم اذا من هاي الكلمه عرفت ان الاف2 ويا الار هي شو تكون عموديه اذا صار الرسم مالتي اقدر هسه ارسمه صوره واضحه اذا هذا الاف طيب 60 800 من نهاية هاي القوة إذا ما أن F2 هي مينيموم ترسم هذا والمحصلة تقطع إذا هسه الـ R مجهولة R مجهولة و F مجهولة بس شني أنا هاي زاوية 90 وهاي الزاوية جد 30 صار مجموع المثلث جد 180 إذا هذا في تاقوس زين إذا أردنا ال F2 زين هسا إحنا عدنا ساين 60 يساوي لنا المقابل F2 على الوتر اللي هو 800 اذا F2 هي 800 في ساين 60 طلعنا 693 واذا اردنا الار احنا قلنا كوساين 60 يساوي لنا المجاور اللي هي اف ار على 800 اذا اف ار يعني 800 كوساين 60 اذا افار هي 800 ساين 60 اذا انا استخدمت هاي المصطلحات مره الاف2 قلنا لك الزاويه ما موجوده بس عم اقل مينيمم يمتى تصير اقل مينيمم عند ما تكون ويا الار محصله 90 اذا هاي السؤال الاخير نرجع على اخو سؤال تركناه وهو الحالة الثانية من يعطيك قوة ويقول لك حلل لي اياها على احداثيات هو يرسم لك اياها مثل ما نشوف هاي القوة 60 يقول resolve the horizontal اذا حلل هاي القوة 60 الى two companies الى مركبتين along the U and V على احداث U واحداث V axis واوجد محصلة ذيك القوتين اسهل طريقه حتى لا يضع علينا السؤال شحتبر اجي شو اسوي اجي للرسم مالتي وارسم احداثيات الاكس والواي على الرسم ليش ارسم هاي الاحداثيات على الرسم حتى اعرف هسه القوه متطبقه من الاكس اليو ويا الاكس جد 30 والفي ويا الاكس 60 30 زائد 30 اذا انا من هذا الرسم رسمت اللي هو x y عرفت ان القوة او الاحداث v مايل ويا x ب 30 واحداث v هذا v مايل ويا x ب 60 30 زائد 30 هسه شو اعتبر ان القوة الاولى وهاي القوة الثانية وهاي المحصلة ينحل السؤال وهو هسه شلون اجي اذا اقول v زاوية قد 30 اذا اجي احداثياتي من نفس الحاله 30 هذا اف يو من نهايه هذه الاحداثي اجي هذا الفي بزاويه جيد
بزاوية 60 ويا من؟ ويا الاكس. وين صاير هذا الفي؟ صاير بالربع الاول والربع الثالث. اذا انا بزاوية 60 شو اقول؟ هاي 60 واضح؟ و هاي كلها 60. هسه المحصلة وين تقطع؟ لازم مثلث يقطع. اذا هاي المحصلة اللي هي 600. اذا صار عندي هذا شنو؟ بعد بالربع الاول ما يفيدني، اذا يفيدني هو بالربع الثالث. حتى هو ما يشر لك هذا الربع الاول وهذا الربع الثالث. اذا اف في، اذا صار المثلث 30. زين احنا بالتبادل هاي ايش قد؟ 30. اذا هاي الزاوية ايش قد؟ 30. هاي 30 وهاي 30 كله. شوف هسه هذا ال V ويا من؟ ويا ال X. هذا ال V اذا ال X كله ايش قد؟ 60. هاي ال V ويا من؟ ويا ال X 60. راح بعدها 30، اذا يضل 30 30 و 30 60. اذا هاي ايش قد؟ 120. صارت 120. اذا صار رسمي هسه اذا اريد ارسم عدل اقول هاي القوة، هاي زاوية 30، هاي الاف يو من نهايتها بزاوية جيد 60 ويا الاكس او 30 ويا الواي. اذا هسه صار من المثلث شنو عندي؟ ثلاث اضلاع. صار عندي ثلاث اضلاع العفو الزوايا ثلاثة والضلع متوفر. اذا يفيدني قانون الساين. اذا قلت ال اف يو على ساين جيد 120، اف تو اف يو العفو اف يو على ساين 120 يساوي لنا 600 على ساين 30. نعيدها، ال اف يو على ساين يقابلها 120 على 600 على ساين قابلها 30. اذا يطلع لنا الاف يو 139. الاف في على ساين قابلها 30، اف في على ساين 30 يساوي لنا 600 على ساين 30، وطلع لنا الاف تو اف في 600. يعني بهاي الطريقه انا قدرت اعكس الحل، ان اذا عندي قوه احلل مركبتين مطيني ابدا ارسم الاول ومن نهايته ارسم الثاني شلون مطين الاشاره والاسفل يعني بربع الثالث والمحصله تقفل. هذا تقريبا هسه الامثله اللي اخذناها. ان شاء الله عندنا امثله تمارين تحلونها ان شاء الله بالبيت. هاي تقريبا تحليل القوه باستخدام المثلثات او قانون متوازي الاضلاع. إذن تحليل القوة استخدام قانون توازي الأضلاع. وشكراً.